السلام عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال. اليوم ان شاء الله نجرب معكم واحد الفطيره كتدار في الكوتي، دار في اي وقيته تقريبا العشاء خفيفه، كتعجب الوليدات والناس الكبار. المهم نتمنى تبعوا معايا الطريقه وتنجح معكم. ندوزوا للمقادير. عندنا هنا 500 غرام ديال الطحين الابيض، عندنا هنا كاس كبير تقريبا ما كانش نص لتر ديال الحليب، عندنا ياغورت مسوس، عندنا هنا طونه تقدروا تبدلوها بالكفته الا بغيتوا وتقدروا ما ديروهاش، عندنا هنا الزيتون مقطع، عندنا هنا الفرماج موتزاريلا، عندنا هنا النواشف، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الدار، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الملحه ديال السكر، وصاشيه ديال الخميره الحلويات وزن 8 غرام، وعندنا هنا نص كاس ديال الزيت مائدة. ندوزو على بركة الله، ناخدو ياغورت طبيعي ديالنا كما كتشوفو، ناخدو النواشف ونص كاس ديال زيت المائدة وخميرة. يعني هاد الفطيره جربوها ما غاديش تندموا عليها. ومن هاد المنبر كنوجه تحيه لاي واحد كيدخل كيخلي لي كومونتير زوين وتعليقاتكم الجميله والمشاهده، عذر لي عافاكم المشاهده كامله لفيديوهاتي، ما ديروش تخطي عافاكم الاعلانات ويجازيكم بخير. كنجمعوا العجين ديالنا بحال هكا، الحليب يكون دافي ما يكونش بارد وما يكونش سخون، يعني دافي. كنديروا غير قطعات باش نشوفوا الطيس اللي غتجمع لينا فيه العجينه. اي وصفه كتنجح معايا وكنشاركها مع وليداتي كنقول نشاركها معاكم باش نتوما تجربوها لريوسكم ووليداتكم. كنعرفوا دابا حنا كناكلوا على رغبات الاولاد، علاش كنطيبوا داكشي اللي كنبغيو تشوفوا وليدات شنو كيبغيو. الله يخلي لكم وليداتكم كاملين. حاولوا نجمعوا العجينه في حلقه، ندير واحد شويه الزيت، ما نديروش ما نحاولوش نديرو الطحين غير باش تجمع لينا. ندير شويه الزيت في يديا باش تجمع لي العجينه. صافي، من بعد ما جمعنا العجين ديالنا كما كتشوفوا كنجيبوا كيس بلاستيكي ديال المطبخ، خليوها تخمر تقريبا واحد عشر دقائق، عفوا نص ساعة. من بعد ما خمرت لينا العجينة دازت المدة اللي قلت لكم عليها، كنخرجوا داك الهواء اللي فيها كما كتشوفوا. صافي كنديرو مكويرات هاد الحجم، كيجيو فطائر لذاد و كيجيو مشفشين. العجينة كتكون رطبة معانا،
قد ما عطيتوها خليتوها تخمر شويه كتسهل معاكم. كيما كتشوفوا صافي ندوزو للحشوه. الحشوه كيما قلت لكم عندنا هنا الفرماج موتزاريلا، وعندنا هنايا كنخليو الطونه بالزيت ديالها والزيتون قطع صافي. كنخد العراسل كامل كتشوفوا كناخدو شويه الطحين كنديرو غير شويه ما كنكثروش كنديرو فحال هكا بسم الله. نجيبو الحشوه ديال حاول ما نعمروش الحشوه باش يتسد لينا هاد، حاول نسدو من الجهه بحال هكا. حاولوا نطاسوا العجين بحال هكا ندو بحال هكا ونحطو الصفيحه. نعاود معكم الدوره، ناخذ غير شويه الطحين او الفورص الطحين الابيض نديوا شويه من هنا. نجيبوا الحشوه هذه 100% غتعجب الدراري الصغار، اي حاجه فيها الفرماج كيحمطوا عليها الوليدات صافي. كنطبسوا هاد الجنيبات نحاول معاكم نحطوهم نغطو شويه العجين حيت اصلا غتخمر عاوتاني في الفران، يعني ملي غتكون طيب غتخمر وما بغيناش تجي هذيك لي بار تجي شويه غليظه. غير كنطرصو مزيان باش ما تحلش لينا في الطياب كما كتشوفوا صافي. حتى كنكملوا كلشي من بعد ما وجدنا درنا الحشوه في العجين ديالنا كما كتشوفوا. كناخذوا صفار البيض وشويه القطرات ديال الخل الابيض كيجي زوين حالكم مزيان صافي. كندهنوا الوجه ديال العجين ديالنا بحال هكا البنات. راه العجين كيكون رطب يعني كيكون ساهل معاكم في ملي كتسرحوه بالمدلك، يعني ما تخافوش منه غير هو عطيه الوقت الكافي ديال باش يخمر. وغادي يكون معاكم ان شاء الله مزيان صافي. كناخذوا موس او سكين كنضربوا ندبحوا لها الوجه ديالها او فنضربوا لها الوجه ديالها حلقة من الفوق حلقة انا الاخوان ما درتش فيه القمح فينو، يعني استعملت غير البطاطا الابيض. عندكم الاخوان بذور خشخاش ديروهم حيت ما قدمتوش ليكم في الاول. كتزين عندكم السمسم الابيض او الجوجل الابيض ديروه، الجوجل العادي حتى هو ديروه.
اللي متوفر ديروه صافي. تكونوا مسخنين الفران قبل على درجه الحراره الفران ديال الضو 180 درجه، نشعلوا الفوق والتحت. الا كان ديال الغاز كنشعلو غير التحت حتى طيب لينا، نهبطوا البطاطا ديالنا تحمر ونطلقوا من بعد. من بعد اخواني واخواتي من خرج لينا الباغيت ديالنا او الفطائر ديالنا من الفران كما كتشوفوا كيجيو محمرين بحال هكا. نحل معكم وحده اخرى بطاطا شويه سخون، شويه سخون ثم الشيء كيجي لداخل معلق بالفرماج بالطون بالزيتون. نتمنى تجربوا هاد الوصفه هادي، نتمنى الاعجاب ديالكم كما كما كتشوفوا، يعني وصفه شهيه وكيجي تبارك الله حامرين وزوينين، وهم من هذا كشو معمرين للداخل من الفرماج بطاطا شويه سخان ورطبين. نتوما كما كتشوفوا كيكونوا رطبين، يعني المطادير في المتناول الجميع واقتصاديين. نتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم، وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وديروا ليا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا، وديروا ليا مشاهده كامله الاعلانات. الله يجازيكم بخير، وكنشكركم بزاف من هذا المنبر. اي واحد كيكتب ليا شي حاجه زوينه في كومونتير شكرا لكم، ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. وشهية طيبة وجربوها وما غاديش تندموا ان شاء الله. شكرا لكم.